المعلومه اللي انت طالبها يا عمر دي تمنها رقبتي، وانا رقبتي مش للبيع للاسف. كان لازم تفكر 100 مره قبل ما تطلب مني طلب زي ده. مش كلنا غاويين مغامرات زيك يا بطل. الا اذا كنت فاكر ان انا ممكن اضحي برقبتي او بالكرسي بتاعي عشان اعرف بس هما بيعملوا فيك كده ليه. واذا قلت لك ان انا عندي اللي ينقذ رقبتك ويضمن لك كرسيك للابد. المعلومات اللي عندك غاليه قوي للدرجه دي؟ تفتكر يعني بيعملوا فيا كل ده في الاخر عندي حاجه هايفه؟ موافق. عايز اعرف فين شكري، عنوانه فين، اجيبه ازاي، في انهي راح واحده واحده. مش كده هتلاعبني ولا ايه؟ لا هلاعبك ولا نيل يا سيدي، بس اديني فرصه اعرف لك العنوان بالظبط. استاذ انا مش همشي من هنا غير لما اخد اللي انا عاوزه، مفهوم؟ الو مدام منى، انا رضوى، ممكن نتقابل امتى؟ خلاص اوكي اتفقنا، باي. دكتوره منى 120 كان عايزه. ماشيه، هو مفيش غيري في المستشفى دي؟ طب مش حضرتك كنت قلت لي ابقى فاكرك. بقول لك ماشيه. الو ايوه ايوه يا جبر، عمر عندي وعايز عنوان شكري، ايه رايك اديهوله ولا ايه؟ اديله العنوان مظبوط. هي رضوى اتطلقت فعلا؟ ايوه. معرفش ايه السبب؟ لا انا عارف منين يعني. غريبة، اصلها يعني ما كملتش سنتين جواز ولسه حامل، انت ايه رأيك؟ وانا هيبقى لي رأي في موضوع زي ده ليه يعني؟ يعني هي ما كلمتكش؟ لا طبعا. تفتكر في حد في حياتها؟ حد زي مين يعني؟ يعني حب جديد أو مثلاً حنت للحب القديم. روحي، أنت عايزة توصلي لإيه بالظبط؟ أنا مش عايزة أوصل لحاجة، وكنت متأكدة وحاسة إن ده هيحصل. مش أنتوا برضه شغالين مع بعض؟ منى حبيبتي، ما تخلينيش أندم إن أنا في يوم من الأيام قلت لك إن كان في حاجة بيني وبين رضوى أيام الجامعة، وحكيت لك عن كل حاجة بالتفصيل، بس ده كان زمان. حبيبتي أرجوكي ما تفكريش في حاجة ممكن تتعبك وتتعبني معاكي، أنا ورايا ألف حاجة أفكر فيها. ويا ترى بقى أنا في الألف حاجة دول ولا لأ؟ ما هو ألف وواحد. تعبت يا عمر، وما بقتش قادرة أستحمل، بقيت عايشة حياتي في خوف وقلق ورعب، كأني بشوف أمي وأبويا قدامي، وأنا مش هسمح لك انك تأذي ابني عشان مغامرة من مغامراتك، عشان في النهاية يتقالك برافو. منى، وهيكون معنى كلامك؟ لا يا منى، انا مش هسمح ان ابني يتربى بعيد عني، مش هسمح ان اي راجل تاني يربي ابني. ابنك؟ هو فين ابنك ده؟ تقدر تقولي كده من يوم ما اتولد؟ شفته كم مرة؟ عمر انت ما بقتش عايش معانا خلاص. صدقني ده احسن ليك واحسن ليا. صحيح مش هبقى مستريحه، بس على الاقل هبقى مطمنه. ارجوك فكري كويس. فكرت يا عمر، فكرت كويس. أنا بستغرب يا عمر، إزاي عمال تتحرك كده بحرية ومنتهى الجرأة تجينا لغاية هنا ومش خايف لحد يشوفك؟ يا أستاذ
الناس كلها مش شايفه تحت رجليها. وتشغل نفسك ليه بالناس وشايل همهم؟ مش فاهم. امال عايزني ابقى زيك ولا ايه؟ على الاقل انا عايش. بتهيألك يا استاذ. بص يا عمر، انا عايش بحب الناس، طول ما انا بديهم التبس اللي يرضيهم هيفضلوا يحبوني ويدعولي في الداخل والخارج. ده اسمه حب برضه، ده اسمه انفاق. ولما انت شايف الناس منافقين كده شايل همهم ليه؟ عشان غلابه واخدين النفاق ده سكه بس عشان يعيشوا. وانت واخدني انا بقى سكه عشان تعيش؟ بالظبط يا استاذ بالظبط، كلنا سكك لبعض. المهم بقى جبت لي اللي هيوصلني معايا. عنوان شكري اهو، بس خلي بالك. اؤمر بقى يا استاذ، عايز تعرف ايه؟ هما بيعملوا معاك كده ليه؟ ايه اللي عندك مخليهم يعملوا معاك كده؟ حاجه كده ليها علاقه بتحقيق قديم كنت عملته وتسع اصفار. ايه دي؟ فزوره دي ولا ايه؟ بالظبط، مش لازم تحلها. بتحب الشوكولا؟ معلش عشان سنان حبيبي يروح يلعب مع صاحبتك. انا اسفه ان انا اتاخرت عليكي، بس كان لازم اجيبه من النادي. زياد صح؟ في ملامح كتير من عمر. عمر قال لي انه في حاجه هتديها لي، مش كده؟ ده مفتاح الخزنه، هتلاقي البيانات كلها جوه الظرف. خلي بالك الورق ده مهم وخطير، يعني ما ينفعش حد يشوفه. عمر قال لي على كل حاجه. معلش تعبينك معانا. انا مخنوقه يا عمر، حاسه اني متضايقه ومش فاهمه حاجه خالص. انا محتاجه اتكلم مع حد، محتاجه اطلع كل اللي جوايا. عايزه اتكلم مع انسان يكون شايل لي جواه حاجه كويسه. انت فاهمني ولا لا؟ عمر انا مش بطلب منك اني اخد مكان في حياتك اكتر من المفروض اخده. انا عارفه كويس انك دلوقتي متجوز وعندك حياه وابن. انا بس محتاجه انك تسمعني، اسمعني بجد وتفهمني. انا اخترتك انت عشان عارفك كويس، وعارفه ان ممكن يكون في لسه جزء ولو بسيط من صداقه قديمه كانت حقيقيه. بصي يا رضوى، وارجوك اسمعيني وفهميني كويس قوي، لان انا صعب اقول الكلام ده مره تانية. انت ظهرت في حياتي مره تانية بصدفه غريبه قوي، بس للاسف في وقت صعب جدا. انا ومنى تقريبا حياتنا بتتدمر، وانا لو سمحت لنفسي ان انا اسمعك يعني بسبب الصداقه القديمه او المشاعر حتى اللي كانت بينا، هبقى بحط نفسي في ريسك كبير قوي. الريسك ده ممكن يخليني اكره نفسي واحس ان انا شخص خاين، احتمال كمان اكرهك. انا مش طالبه منك غير انك تسمعني. صدقني يا عمر انا بقيت لوحدي قوي، لوحدي فوق ما تتخيل. انا مفيش حد اتكلم معاه ولا بعرف حد اصلا، حتى نفسي مش لاقياها. حاسه اني بموت وممكن مت. يمكن لو اتكلمت معاك ارتاح او اطمن. مش حاجة، ما كانلوش أي ذنب، بس كنت زمان ما قدرتش أقف جنبه وأساعده، يبقى دلوقتي لازم أخد حقه من اللي قتله. زمان كان عندي حسابات خلتني أنساه، دلوقتي أنا هعمل حساب ليه. الو، ايه يا ابراهيم مش معبرني ليه؟ انا بقالي اسبوع مش عارف اوصل لحاجه. ابراهيم اتصرف، انت مش ليك ناس في الداخليه؟ مشاكل ايه بس يا عم؟ افهم، بقول لك الراجل اتقتل اتقتل. لا لا بص بص اسمعني ما تقطعنيش، اسمع بس. فاهم المصدر بتاعك يا سيدي، ان مفيش حاجه هتتنشي غير لما يوافق. حلو كده، واستجدع معايا يا ابراهيم، استجدع معايا زي ما انا جدع معاك. استنى، طب بص يا ابراهيم اقفل عشان معايا وقت، هكلمك. يلا سلام. برايفت.
الو معتصم معايا؟ ايوه يا فندم، مين معايا حضرتك؟ انت بتعمل موضوع عن المحامين اللي اتقتلوا وعن الدكتور صابر؟ بس حضرتك ما قلتليش مين معايا برضو. انا اللي عارف كل حاجه. مش فيه، انا عارف كل التفاصيل اللي انت بتحاول توصلها. كلها؟ اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الكلام اللي حاوله لك لما نتقابل. فين حضرتك؟ معاك ورقه وقلم؟ ثانيه واحده. ايوه، ازيك؟ تمام. وانت؟ طول ما انا سامع صوتك ابقى تمام التمام. بقول لك ايه، عاوز اشوفك. خير؟ عندي معلومات مهمه بالنسبه للموضوع. اياه بجد؟ طب مسافه السكه انا جاي. لا سكه ايه ومسافه ايه، انا تحت العماره عندك. تحت؟ مرضتش اطلع لك عشان ما تفكريش ان انا بضغط عليك. يلا انا مستنيك. ماشي، يلا باي. معلش، أصل بنتهز الفرصة. الموضوع اللي أنت سألتني عليه ده مش تحقيق صحفي، مش كده؟ أنت بتسأل ليه؟ هي ليه الست لما بتشوف الراجل بيحب بتعتبره إنه غبي؟ مفيش راجل بيعرف يحب. ورغم كده بتساعديه. هو مين؟ اللي معرفش يحب خلاك تفتكري ان كل الرجاله ما بتعرفش تحب. انا انت ست وفيه، وده زود اعجابي بيك، وتشكر انك جيتي معايا هنا. الموضوع اللي كلفتيني بيه انا جبت لك خبر عنه، عنوان الست مرات المحامي محمد مطر، اسمها نجوى. لو اقدر اجيب لك كل يوم خبر عشان اشوف نظره الاهتمام اللي في عينيكي دي مش هتاخر. اعتقد ده لازم تديله مضاد حيوي تاني خالص، لازم تغيره له. دكتوره، انا كنت لسه هكلمك عشان الدواء. طب اتفضل حضرتك يا دكتور. انت ايه اللي جايبك هنا؟ المستشفى بالنسبه لك مش امان، ممكن يبقى في حد تبع الناس. انا مش قادره يا دكتوره، ماليش حد ومحدش يعرف اللي حصل لي غيرك. انا لما محمد مات ما كنتش موجوده، وانا عارفه ان هو مات هنا. فايه مش فاهمه؟ انا ممكن اشوف الاوضه اللي هو مات فيها؟ لا طبعا، الاوضه فيها مريض تاني دلوقتي، ما ينفعش. طب حضرتك ما وصلتيش لاي حاجه؟ انتي متخيله ممكن اوصل لايه؟ مش عارفه، بس انا عمري ما هرتاح لما اعرف مين اللي قتله. انا لازم اثبت ان هو بريء. بريء من ايه؟ هو في حد اتهمه بحاجه؟ ايوه، اتهموه انه كان بيحاول يختلس الفلوس اللي كان عنده تفويض علشان يجيبها. احنا عندنا طفل يا دكتوره، انت متخيله يعني ايه ان ابني يعرف ان ابوه حاول يختلس فلوس؟ طيب انا اوادك، اول ما اعرف اي حاجه هكلمك على طول. انت بس امشي دلوقتي، امشي. هشام بيه، في ميعادك بالظبط، اتفضل. مريم انا عندي شفت بالليل، كلمي دكتور خيري، كلمي اي حد، دي مش مشكلتي. عندك مستشفى النهارده؟ بالليل. ما تنساش تاخد مفتاح البيت عشان هترجع مش هتلاقيه. دي حاجه في منتهى.
منتهى الوساخه. سجلوا لي انا ومراتي في بيتنا. ايه ده هشام بيه مش كده؟ لا ده ازاي؟ لا ما انت لازم تهدى عشان انا اللي طلبت منك انك تجيلي وانا اللي اتبرعت وسمعتك جزء من تسجيلاتنا ليك. يعني من الاخر كده عايز اتكلم معاك بمنتهى الصراحه. نتكلم مع بعض انا وانت عن مكشوف جدا. انا عارف ان احنا طريقتنا ما كانتش عاجباك عشان ما جيناش معاك دغري. كنا عايزينك تتعاون معانا من غير ما تعرف احنا بنعمل ايه بنعمله ليه. بصراحه ليك حق تزعل بس انا بتفاهم معاك دلوقتي كاتنين رجال امن يهمهم وخايفين قوي على مصلحه بلدهم عشان كده انت لازم تهدى. نتفاهم على ايه وامن ايه وزفت ايه؟ ده شغل عصابات بتجسسوا على الناس وتموتوا واحد بالحياه. ما سالتش نفسك احنا بنعمل ده كله ليه؟ ماشي يا سيدي احنا فاسدين وعمر نصر صاحبك ده اطهر بني ادم في الدنيا دي كلها. ما سالش نفسك احنا عايزين منه ايه؟ فكرتش في السؤال ده؟ السؤال صعب يعني عاوزين تسكتوه عشان ما يقولش حاجه معينه هتودي واحد كبير في داهيه. انهم عاملين الفيلم ده كله عشان نسكت واحد؟ طب ما كنا نقتله؟ ها؟ نقتله يا سياده المقدم. ما نقتلوش ليه؟ مش انت شاكك ان احنا اللي قتلنا المحامي محمد مطر؟ يبقى ايه بقى اللي هيمنعنا ان احنا نقتل صاحبك؟ ده اذا كنا احنا قتلين قتلة يعني. شفت بقى ان التفكير المنطقي والموضوعي ممكن يوصلك لنتائج عمرها ما كانت تيجي في بالك. بس انت عندك مشكلة. انت بتفكر في الموضوع ده من زاوية واحدة بس. يعني عمر نصر صديق عمرك ده هو الخير طبعا. واي بني ادم ضده يبقى هو الشر. مع ان يعني لو اديت لنفسك الفرصة ان انت تتحرر من الثوابت دي هتوصل لاحتمالات واردة عمرها ما كانت تيجي في بالك. ايه هي الاحتمالات اللي تخلي عمر يحصل له كل ده؟ عمر نصر كان بيخطط انه يستولي على 13 مليار دولار من الاموال المصرية اللي اتهربت بره مصر. ايه؟ زي ما سمعت كده يا حضرة المقدم. عمر معاه رقم الحساب البنكي اللي فيه الاموال دي ومعاه حكم المحكمة الدولية باستردادها، كمان معاه موافقة من البنك الفيدرالي الامريكي، وكل المستندات دي استولى عليها من المحامي محمد مطر الله يرحمه، وكان متفق مع صديقه المحامي ضياء انه يعمل له تفويض رسمي من الدولة عشان يقدروا يقسموا الفلوس دي ما بينهم وبين بعض. عرفت بقى دلوقتي يا ست المقدم احنا بنعمل ده كله ليه؟ عرفت ليه احنا عايزين نجيب عمر نصر؟ ليه نشرنا خبر وفاته مع انه لسه عايش؟ ولا احنا لسه في نظرك اشرار؟ انا عارف ان الحسبه معقده جدا وان الموضوع يعني ما يتبلعش كده من اول مره تسمعه، بس انا هطلب منك طلب. انا عايزك تفكر في الموضوع ده كويس وتعمل اللي يمليه عليك ضميرك، وانا واثق في وطنيتك ونزاهتك. مساء الخير. مساء النور. حضرتك مرات المرحوم محمد مطر؟ ايوه انا نجا مرات المرحوم محمد مطر. معلش انا جايه من غير ميعاد، انا اسفه بس في حاجه مهمه لازم اتكلم معاكي فيها زي ما قلت لك في التليفون. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. شكرا. هشام بيه بكره الصبح ان شاء الله هبعت لك فني عشان يفك كل اجهزه التصنت اللي احنا كنا زارعينها عندك في الشقه. يا ريت تقبل اعتذاري الشخصي وتقدر احنا عملنا كده ليه. اه طبعا. ها احكي لي عملت ايه؟ عيب عليك يا استاذ، هو انا لسه تلميذه؟ انا نفذت اللي حضرتك طلبته مني بالحرف. ايه ده؟ ما تحكي عملت ايه؟ انا ما بحبش التشويه، اخلصي. منى دلوقتي واثقه فيا، واي حاجه اقول لها عليها هتصدقني. يعني حضرتك انا جاهزه، أؤمرني وانا انفذ على طول. مش كفايه الكلام ده؟ طبعا. منى راح البنك بكره وهتاخد الورق والرقم اللي حطه عمر هناك. لازم تلحقيها. الورق ده يبقى معاكي على الظهر بالكتير. قبل ما تختفي وما نعرفش هي رايحه فين. ده لو ما حصلش يا مدام الهام اعتبر الاتفاق اللي بيني وبينك لاغي. لا 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 خلاص يا استاذ. الحاجات بكره هتكون عندك وقبل الظهر كمان. طب ما نشوف. اصل ده لو ما حصلش يا مدام الهام انا مش هقدر امسك القضيه بتاعت جوزك.
ولو ضيع الحلو وما قبلش القضية مفيش محامي في البلد يستجري انه يقبلها. جوزك تاجر مخدرات واتمسك وهو متلبس، يعني بإذن الله أهداب. أبوس إيدك يا أستاذ، ده أنا والولاد ممكن نروح في داهية، وبعدين ما أنا بنفذ كل حاجة بتطلبها مني. طب قول لي نعمل إيه وأنا تحت أمرك. معرفش، بتقولي إنها بتثق فيكي. شوفي أنت ممكن تعملي إيه عشان تجيب الورق، والطريقة إزاي مش بتاعتي. حتى لو هتقتلي. هقتل؟ ها؟ لا لا لا، هقتل ده إيه؟ إن شاء الله ربنا ما يجيبش وحش. بكرة الورق هيكون عندك أكيد. أما نشوف. الورق كان عندي بكرة يا مدام الهام، أعتبر إن جوزك بإذن الله براءة. بجد؟ ربنا يخليك يا أستاذ. أمال يا مدام الهام، ما أنت زي ما هتساعديني في ناس هتساعدك، وكله بتمن. اشربي النسكافيه. انت دخلت هنا ازاي؟ قتلت هاني ليه؟ انا ما قتلتش حد. كمال بيها ولا قتل؟ لا قتلت هاني، ودلوقتي بتضحك على هشام ليه؟ عشان دي اوامر كمال بيها والاثنين ظباط اللي انت قتلتهم. عايز تقول ان كمال بيه ممكن يؤمر بقتل اثنين من ظباطه؟ برافو عليك، اديك انت قلت ان انا اللي قتلت الاثنين الظباط، وانت كنت مرمي تحت رجليا، بس انا ما قتلتكش ولا قبضت عليك. تفتكر انا ما عملتش كده ليه؟ عشان عايز تلبسني تهمه جديده. يا عمر انت راجل ذكي، وكل خطوه انت عملتها كانت محسوبه بمنتهى الدقه عشان توصل للهدف اللي كمال بيه عايزك توصل له. كمال عايز الفلوس لنفسه، وعلى فكره السيديهات اللي معاك دي طعم مزيفه، وكل الارقام اللي عليها اي كلام. عاوز تقول لي ان كل اللي بيحصل لي ده بسبب سيديهات مزيفه؟ طب لو هي مزيفه كمال بيه هياخد فلوس ايه؟ ال 13 مليار دولار يا عمر اللي انت تعرف رقم رصيدهم. كمال بيه ما كانش يعرف حاجه عن الحكايه دي، انا اللي قلت له على الرصيد ده. مش قلت لك كل خطوه عملتها كانت متروسه جدا عشان يبان ان انت اللي قلت وانت اللي بعت طريقتك على البنك، يبان ان كل حاجه انت اللي عاملها بنفسك. كلام فارغ، كلام فارغ. مين ممكن يخطط لحاجه شبه كده؟ الشيطان نفسه ما يقدرش يعمل حاجة زي دي. للأسف هي دي الحقيقة يا عمر. لو أنت كان عندك وقت وفكرت هتعرف إن أنا بتكلم صح. بس خلاص وقتك خلص.